السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المادة الثامنة في الدستور السوري التي شغلت الناس في الداخل والخارج وكل أطياف الواقع السوري. مع إعداد مشروع جديد للدستور، كيف أصبحت هذه المادة وكيف يعالج مشروع الدستور المادة الثامنة؟ ما هي الأسس التي اعتمدها وإلى أي حد تساهم هذه المادة في الدستور الجديد في أن يكون هناك تعددية حزبية؟ ما هي أهمية التنوع السياسي الحزبي في إيجاد بلد ديمقراطي تعددي متطور؟ مشروع الدستور الجديد والتعددية الحزبية موضوع هذه الحلقة ببرنامج وقائع من العاصمة السورية دمشق. ضيفي الكريمين المحامي نزار سكيف نقيب المحامين وعضو لجنة صياغة الدستور، المحامي بسام العيسمي عضو مكتب الشؤون السياسية في هيئة التنسيق. أرحب بكما معي في هذه الحلقة، أهلا وسهلا بكما. وبالطبع لدينا جمهور كريم كذلك نرحب بكم معنا في هذه الحلقة، أهلا وسهلا بكم. أستاذ سكيف، إذا بدأت معك بداية لنتحدث كمدخل، ماذا يعني الدستور؟ ما هي أهمية الدستور؟ كيف يمكننا بداية أن نتحدث عن هذه النقطة؟ حقيقة الدستور له أكثر من معنى، أكثر من معنى بالمعنى التقاطعي. فهو الدستور هو أهم موسيقى في الحياة السياسية للمجتمع وبنيان الدولة، إضافة إلى ذلك هو الحجر الأساس لمفهوم دولة القانون، بمعنى أنه البوصلة الأساس التي تتجه إليها التشريعات، والتي لابد لمجمل هذه التشريعات أن تتناسب وأن تتفق مع هذه المبادئ الدستورية والنصوص الدستورية إعمالا لمبدأ دستورية القوانين. وأيضا الدستور فوق هذا وذاك يبين طبيعة النظام السياسي للمجتمع وهيئات الدولة، هيئات الدولة من حيث سلطاتها، بنيتها، هيئاتها، آلية انبثاقها، حركتها، آلية علاقاتها فيما بينها البعض، بينها مع بعضها البعض. وهذا ما ينصرف أو ما يؤدي إلى مفهوم العلاقة المؤسساتية، أي صناعة العلاقات التشابكية من حيث توحيد القرارات الإدارية كي لا يكون هناك قرارات إدارية متناقضة، وتوحيد التعليمات التنفيذية لأي تشريع أو لأي شيء آخر. لذلك هو وثيقة مهمة بالمعنى السياسي وبالمعنى القانوني وبالمعنى التشريعي أيضا. ولكن هنا سؤال يطرح كذلك، ليس من السهل أن يتم الحديث أو أن يتم تعديل دستور أي بلد. ممكن أن نتحدث عن أسس معينة تعتمد لتغيير دستور أو لتأليف أو تشكيل أي مسودة دستور؟ عندما قلنا بدأنا بتعريف أنه يجب أن ينسجم مع طبيعة النزاع، هو وثيقة سياسية وهو الحجر الأساسي للتشريعات التي تخص هذه الجغرافيا التي تخص الدولة. هذا بماذا يعني؟ يعني أن نكون عندما نحاول أن نعدل أو نؤسس لدستور جديد أو نعدل دستور، لابد أن تكون مجمل هذه التعديلات ومجمل هذه المبادئ الدستورية والنصوص الدستورية أن تنبثق من خلال الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني لأي دولة. لا شك أن الاطلاع على تجارب الآخرين مهم، ولكن هذا لا يعني أن تكون ناسخا أو أن تكون مقلدا أو أن تكون مستهلكا. يعني أنا بقول هذه المشكلة أحيانا، هذه هي أزمة العقل، عندما يكون العقل مقلد، عندما يكون العقل مستهلك، عندما يكون العقل أيضا لا يستطيع أن يبدع، بتصوري هي أزمة. لذلك كيف يكون العقل نوعي عندما يستطيع أن يتعامل مع الواقع وأن يستولد من خلال هذا الواقع وأن يبدع سواء من حيث النظرية ثم من حيث التطبيق، لأنه العبرة دائما للتطبيق. أي بضمن أنا أقول دائما أقول صناعة التراكمات صحيح أنها لا قد تكون بالمفهوم المطلق أنها إيجابية، لكن عندما نستطيع أن نكون مثقفين بثقافة الفرز، نستطيع في مرحلة، وهذه ثقافة تتابع الأجيال، يستطيع هذا الجيل في مرحلة ما أن يقرأ مجمل هذه التراكمات، يستطيع أن يفرز الإيجابي يضعه جانبا ويعمق ويبني عليه، أما السلبي يستطيع أن تضره. بالنتيجة هو المجتمع وهي ثقافة الشعوب، ثقافة التراكمات. أستاذ العيسمي، يعني نحن الآن أمام مشروع دستور متكامل أو مشروع دستور كامل إذا صح التعبير، بالمعنى أنه لم تعد المسألة مقتصرة على تعديل مادة أو حذف مادة. نحن أمام مشروع دستور
تم بعين الاعتبار أخذ كل الملاحظات ربما التي تم الحديث عنها؟ بداية كيف يمكننا أو كيف أنتم في هيئة التنسيق تنظرون إلى هذه النقطة؟ شكرا. بداية لابد أن نحدد موقف. نحن في هيئة التنسيق لا يعنينا مشروع الدستور، لأن الأهم ليس لأنه ليس مهما، ولكن الأهم الآن هو وقف القتل، هو إنهاء المظاهر المسلحة في الشارع السوري، هو الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب هذه الأزمة، ومن ثم ننتقل بعد أن يتم الخروج من الأزمة خروجا سليما، ننتقل إلى وضع دستور عن طريق جمعية تأسيسية، عن طريق هيئة تأسيسية تشترك فيها كافة أطياف المجتمع السوري بما فيها السلطة والمعارضة، وبالتالي لإنتاج دستور جديد، لأن الدستور هو مرآة للأمة وهو عنوان لها ومقياس لحضارتها في فترة معينة من تطورها. طيب، ولكن الجميع يدرك أن الواقع الموجود الآن على الساحة السورية أن هناك أزمة سياسية، وعندما يكون هناك أزمة سياسية المدخل لحل هذه الأزمة أن يكون هناك نوع من إعادة الهيكلة السياسية. وعندما نتحدث عن مشروع دستور جديد الآن تم أخذ بعين الاعتبار هذه الهيكلة السياسية الحزبية التعددية داخل هذا الدستور، يعني كيف يمكننا أن لا نرحب إذا صح التعبير في هذه المرحلة بأن تعتبر هذه الخطوة ربما خطوة نحو إيجاد حل الأزمات الأخرى ومنها موضوع الاضطراب الأمني الموجود على الساحة السورية؟ نحن نعتبر أن الأزمة هي سياسية بامتياز، وهي أزمة النظام وأزمة بنيوية في النظام وليست أزمة طارئة عليه، أزمة بنيوية لنظام شمولي سيطر على الحياة العامة وسيطر على السلطة والثروة والدولة والإعلام، وتحكم قسريا بمجمل النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بذهنية استبدادية لا تقبل الاختلاف ولا تتسع للرأي الآخر. فهنا هذه الحالة الاستبدادية القهرية التي امتدت عبر أكثر من 50 عام، فهذه هي المشكلة. المشكلة الانتقال من نظام شمولي إلى نظام تداولي إلى نظام ديمقراطي. طيب، ولكن أنتم في بداية الأزمة قبل أن أنتقل إلى الجمهور أنتم تحدثتم فقط عن المادة الثامنة، يعني لم تطالبوا حتى بتعديل دستور أو أن يكون هناك دستور جديد. هذه النقطة. النقطة الثانية، أنتم تطلبون أن يكون هناك إشراك لكم كهيئات سياسية أو كأحزاب سياسية، وحسب معلوماتي أنه تم التواصل معكم، رفضتم أن تشاركوا في لجنة صياغة الدستور وحتى في لجنة الأحزاب وحتى في بعض اللجان الأخرى. كيف تطالبون أن يكون هناك تعددية وأن يكون هناك تنوع على الساحة السورية وأنتم ليس لديكم أي تجاوب أو ربما أي نوع من النظر بحجم المشكلة الموجودة الآن على الساحة السورية؟ الدستور هو معبر عن طبيعة الحكم في أي دولة، هو المعبر الأساسي عن طبيعة الحكم في أي دولة معينة. فلذلك نحن نطالب منذ زمن بتغيير الدستور، ونطالب بالانتقال التدريجي والسلمي إلى نظام أكثر إنسانية، إلى نظام أكثر عدالة، إلى نظام أكثر ديمقراطية. ولكن الآن ما يجري في الشارع لا يمكن أن نستفتى على دستور، وهناك قتل بالشارع، هناك مظاهر مسلحة، هناك مظاهر عنفية، هناك معتقلين، آلاف المعتقلين في السجون بسبب هذه الأزمة. فالوقت الآن هو للخروج من هذه الأزمة. طيب أستاذ سكيف، قبل أن أنتقل إلى الجمهور فقط إذا كان هناك تعليق حول هذا طبعا المتفضل. هناك تعليق. أولا، إذا لم يكن الدستور هو المهم اليوم بعد هذا الحراك السياسي الواسع، فما هو المهم للخروج من الأزمة السياسية في الوطن؟ وأين تكمن أولوية الوطن؟ هي واحد. اثنين، بدي أقول أن حتى هيئة التنسيق بثقافة السياسية هي ثقافة تنتمي إلى القائد الخالد جمال عبد الناصر، شئنا ما بينه. أنا بدي أسأل أين، لماذا هذه التقاطعات اليوم في الرؤية السياسية والرؤية الواقعية ما بين هيئة التنسيق وبين هؤلاء ذاتهم الذين حاربوا عبد الناصر لسنوات كثيرة؟ ثلاثة، أنا أقول أيضا هذا الحراك المسلح الموجود على الساحة في سوريا والذي أساسه فكر وهابي بامتياز، فكر أصولي بالمعنى الإسلامي، بمعنى الإسلام السياسي الأصولي البعيد عن الرؤية السياسية الواقعية، الذي يؤسس للقتل. طيب، الواقع موجود اليوم،
هل يعقل أن الدولة هي التي أسست إلى هذه المساحة الواسعة من القتل؟ طيب كيف؟ منين إجوا الموجودين اليوم بالساحة؟ منين إجا هذا السلاح النوعي؟ الصواريخ الفرنسية الحديثة المضادة للدروع، هذه القناصات، تصور القناصات اللي نوجدت حرارية بدها تصيبك بالقلب لحالة، طلق وانسى، ضرب وانسى، حددها الهدف تضرب بتصيب القلب ومسافة تتجاوز 3000 وكذا متر. طيب انتقلنا، حددت الدولة وضعت قانون الإعلام، وضعت قانون الإدارة المحلية، وضعت قانون الأحزاب، قالوا آخر شيء الدستور، صار الدستور. اليوم بيقولوا أنه ما في ظرف سياسي أو ما في ظرف اجتماعي أو ما في ظرف لوجستي بيستطيع أنه يصير استئناس. هو المعركة بصراحة هم يريدون أن يأخذوا المجتمع السوري إلى الساحة التي هم حددوها للصراع. لكن أنا بقول بثقافة السوري التاريخي، سوريا ما حدا بيأخذها على ساحات لا تريدها، سوريا هي التي تحدد لحظات المعركة، وهي معركة الحقيقة معركة. اليوم تابع تصريحات الملك السعودي، تابع تصريحات أبطال العالم مشايخ قطر، تابع تصريحات أبطال كمان الإمارات. يعني المشكلة دكتور أنه ناس لا يفقهون ماذا تعني السياسة، أولا لا يستطيعون القراءة، لا يعلمون القراءة. هون يريدون أن يحددوا لك مسارك السياسي، مسارك الاقتصادي، بنيتك وتركيبتك الاجتماعي. طيب كيف؟ طيب وأنا مالك التاريخ وأنا الصانع لمجمل هذه المصطلحات، كيف؟ أريد أن أخذ المداخلة الأولى، يعني ما أريد أن أتحدث عنه بالطبع أهمية الدستور، ولكن المادة الثامنة بالتحديد حتى نفسح المجال في الحلقات القادمة لنتحدث عن بعض البنود الأخرى في الدستور. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. بداية حبذا سؤال الأستاذ نزار، تفضل، لو يوضح لنا. أنا رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، مع العلم أنه رئيس مجلس القضاء الأعلى يجب أن يكون قائدا قاضيا. السلطة التنفيذية هو رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، هذا أول شيء. بس أحب أزرق شوية. السؤال الثاني وبطلب منك أستاذ حسين قليلا من الصبر ومن الوقت لو سمحت، لأنه الموضوع دقيق جدا. لممثل المعارضة ممثل التنسيقيات يقول أنه مشروع الدستور لا يعني ولا يعنينا كذا ويعنينا كذا، بدوا إخراج المعتقلين، كافة المعتقلين اللي قتلوا وقطعوا الأجساد وإلى آخره، واللي خرب ودمر، أنتم يعنيكم فقط من قتل ودمر وخرب ويخرب البلد، هذا بيعنيكم، لأنه الأجندات اللي أعطيت لكم، الأوامر اللي أعطيت لكم من قبل الخارج هيك بسمح لكم تحكوا. نحن صرنا مستوعبين، الشعب السوري كله مستوعب الفكرة، لكن بدي رأيكم أنتم كلكم وبما فيه كل من له علاقة بالشأن السوري أن يجيبني على مجموعة من الأسئلة وراح أصحصر هاي الزمن. أولا، الدستور يستجيب لمتطلبات المرحلة اللي بتمر فيها سوريا حاليا، وخصوصية هذه المرحلة التي تفرض ظروفا تاريخية مصيرية تتعلق بكامل كيان الدولة وبنيانها. هنا يطرح نفسه سؤال بديهي، ألا يتطلب ذلك وجود حزب ثوري يجسد الطليعة التي تقود الدولة والمجتمع للخروج من الواقع المتأزم الذي فرضته المؤامرة الكبرى على سوريا؟ أليس من حقيقة التاريخ والواقع أن حزب البعث العربي الاشتراكي بما يجسد فكريا ونضاليا تطلعات الجماهير، أي أوسع قواعد المجتمع وهو طليعتها وأعمق عناصرها وعيا وأقدرها على القيادة وأكثرها إخلاصا لقضية الجماهير وتضحية في سبيلها؟ ألا يعني ذلك بذلك أن الجماهير نفسها هي التي تقود الدولة والمجتمع؟ طبعا مع الإدراك العميق من الحزب والجماهير، بعد إذنك لو سمحت أستاذ حسين شوي شوي، بعدم رفض وجود أحزاب أخرى، ألم يحرص الحزب وأمينه الأمين الخالد حافظ الأسد منذ أو فورا بعد حركة تصحيح المباركي على إيجاد صيغة تكاد تكون منطلق للشرق، لدول الشرق وللعالم أيضا، بصيغة الجبهة الوطنية التقدمية؟ ثم ضمن مسيرة الحزب في قيادة الدولة والمجتمع، ألم تتعزز أسس الديمقراطية الشعبية باتجاه بناء الديمقراطية الاشتراكية؟ طبعا كلكم، ألا توافقوني الرأي، عذر أستاذي الحبيب هاي، ألا توافقوني الرأي جميعا أن شراسة هذه الهجمة التآمرية على سوريا بلدنا سببها نجاح تجربتها القيادية على كل الصعود، خاصة خوفهم من تعميم تجربتها النضالية التاريخية في إطار مفهوم شامل للمجتمع العربي بأسره،
في ظل دولة عربية واحدة بمعتقدي ومعتقد معظم السوريين الساحقين أن قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي للدولة المجتمع في سوريا باقية سيد الكريم. ما باقي هذا الشعب يعني أنا قدر المستطاع أريد الاختصار حتى أستطيع أن أشرك أكبر عدد من الحضور حتى لا أنتقل الآن إلى سؤال آخر وإلى الجمهور لنستمع الإجابة. أنا بدي أجاوبك. هو قاصد أنه رئيس السلطة التنفيذية السيد رئيس الجمهورية. السيد رئيس الجمهورية ليست فقط هو رئيسا للسلطة التنفيذية، هو بالمعنى المجرد هو كذلك، لكن بدنا نحكي بالمطلق لأنه نحن الدستور بيقوم على ثلاث أسس: الدولة وهو رئيسها، والسلطة وهو رئيس هذه السلطة، والشعب وهو الذي يتواصل مع هذا الشعب والذي تنبثق قراراته من هذا الشعب. ماذا يعني ذلك؟ يعني هو أولا ضامن أساسي للدستور، ثانيا بكل دول العالم، هي مو من عندي عم بحكيها أنا، عم بحكيها بطريقة فوضوية، لا. ثانيا هو الضامن أيضا لمبدأ فصل السلطات والاستقلالية هذه السلطات. السيد رئيس الجمهورية، أي رئيس جمهورية في كل دول العالم، هو ضامن، وهو أيضا ضامن للقانون وضامن للعدالة وضامن للسلطة القضائية. ليس بالمعنى العملي، لكن عندما يكون الضمان هي عند رئيس الجمهورية في أي نظام شبه رئاسي أو أي نظام جمهوري، فهذا يعني عندما يكون هناك أي خروج عن هذه القاعدة العامة يستطيع أن يتدخل بحسب هذه الاختصاصات والصلاحيات لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي ولتحقيق مفهوم هذا الضمان. تفضل أستاذ العيسى. أولا للزميل اللي تكلم منذ قليل، نحن لم يملى علينا مواقف، ونحن نأخذ أو نقدر أو نصوغ مواقفنا سندا للحالة الراهنة، وأرجو الترفع، يعني عدم توجيه الإهانات والاتهامات، هي أولا. اثنين، حزب البعث قائد للدولة والمجتمع منذ اليوم الأول منذ اليوم الأول الذي أتى فيه، وأتى بمنطقة التأبيد. فالمادة الثامنة من الدستور أنا لا أعتبرها كما طرحت سابقا أنه هي كان كل أملكم أو آمالكم أنه في المادة الثامنة من الدستور كون أصل الاستبداد ومنبع الاستبداد. نحن نعتبر أن المادة الثامنة من الدستور هي مطرح من مطارح الاستبداد. في أي نظام هناك دولة وهناك سلطة وهناك تعابير لهذا المجتمع. فالدولة هي الحقل السيادي، والسلطة هي الحقل السياسي، والمجتمع هو الذي ينتج السلطة لأنه ميدان العمل السياسي هو المجتمع. فالحقل السيادي التي تمثله الدولة هو حقل يجب أن يحقق الإجماع العام، ولا يمكن أن يكون هناك خلافا في السيادة. فالسيادة تعني حالتان: حالة الأمن وحالة العدالة. الأمن أمن الوطن وأمن المواطن، والعدالة هي إحقاق الحق وتكافؤ الفرص. هذان أساس الدولة. الدولة يجب أن تكون حيادية، ولا يجب على السلطة أن تطغى على الدولة أو تخطف الدولة. فأي سلطة تريد أن تؤبد نفسها لابد أن تخطف الدولة أولا، لأن الدولة هي لجميع مواطنيها. السلطة زائلة، الدولة باقية. فأي نظام حينما يريد أن يؤبد نفسه لابد أن يخطف الدولة ويلبس عباءة السيادة، ومن ثم الأخطر أنه يمزج السيادة بالسياسة. السياسة هو حقل التناقضات، حقل الاختلاف، الرؤى والتصورات، ميدانه المجتمع، لا قدسية في السياسة. فحينما تلبس السلطة عباءة السيادة، وبالتالي يصبح كل من ينتقد السلطة إنه خارج عن الإجماع العام. فبهذا المنطق حينما تخطف الدولة ويعاد تشكيل مؤسساتها لأن تكون مؤسسات سلطوية وليست مؤسسات دولة، أي أدلجة الدولة، بذلك يفقد المواطن المرجع الفعال الصالح للتذكير فيما إذا جرى تغول على حقوق الناس. جيد، أنا بدي تسمح لي أعمل مداخلة بسيطة. تفضل. أولا الدولة بلا سلطة لا دولة، هي واحد، لأنه من يقود الدولة هي السلطة، لأنه هي الركن الأساس وهي حامل الأساس. اثنين، أين هي المكامن التي تم فيها سرقة هذه السلطة؟ ثلاثة، بدي أسأل سؤال، أعطونا شراكمته كل الأحزاب السياسية في سوريا، معلش، وأنا أحترمه، وأنا بالعكس لي مع الجميع علاقات، حتى مع الأستاذ حسن عبد العظيم،
لي علاقات من بدايات كوني كنت محامي مدرب وهو كان صديق لوالدي. صحيح أختلف معه في الرؤية السياسية، لكن هذا لا يعني ولا يجب أن أختلف مع أحد في الوطن. أما هذا الاتهام أنه حزب البعث سرق السلطة، يا أخي حزب البعث هذا نتاجه، أنتج هذا النتاج من عام 1963 لليوم بالحركة التصحيحية. بدأت عوامل الأمان الاستراتيجية التي صنعت في سوريا، من صنعها؟ هذا الصراع الذي يمثل الكرامة بيقولوا ليش ما جبهة الجولان ما مسكرة هلا؟ طيب هذا هي زرائع عليك، ليك حلو كتير. دائما أنا بعد بدي أعمل زكي كتير عليك، بمشي معك بقول لك هون في زريعة، بتكون جيت أنت سديتها، برجع بخلق لك زريعة، بتكون انزد الموضوع. موضوع مبدأ سد الزرائع وخلق الزرائع واسعة. خلونا أنا بدي أسأل، ما هي التراكمات؟ هي التراكمات اللي صنعها الأحزاب الأخرى والتراكمات طيب. التي صنعها حزب البعث، حزب البعث مع هذه الجبهة الوطنية التقدمية. فقط أريد أن أخذ مداخلة، تفضل تفضل. بداية بشكر قناة العالم أنا عندي سؤالين. تفضل. سؤال أستاذ قسام، هلا أنت حكيتنا شوي إنه النظام في سوريا هو مطرح من مطارح الاستبداد. طيب نحن كده نعرف نحن كشباب مثقفين وكشباب في سوريا وحتى كابن الصغير الكبير إنه الحرب العالمية الثانية عام 1944 أنتجت نظام على أورتاك، على أورتاك نظام استبدادي اللي هو بتمثل مجلس الأمن. كل اللي انتصر بالحرب العالمية الثانية من 1944 لليوم حاكمين العالم، أكثر من 43 فيتو على كلامك، أكثر من 43 فيتو ضد الإنسانية في فلسطين. كلنا نعرف هذا الشيء وطبعاً نعرف في الزمان. شو مقارنتك بين نظام استبدادي على أولاك تبع الأمن المسلم والنظام على أولاك كمان؟ طيب. بالحزب. سؤال ثاني. تفضل. بما أنكم مع الشعب بتحبوا الشعب والشعب هو يعني نظرتكم، ليش ما بتطرحوا المادة آسف حقول الثالثة للاستبداء والمادة الثانية للاستبداء؟ أنا كشخص ضد إلغاء المادة الثانية. طيب شكرا. 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 تفضل. لا أجد هناك مقارنة. مجلس الأمن هذا هو نتاج الحرب العالمية الثانية لمجموعة دول انتصرت بالحرب، ومجلس الأمن غير عادل، ونحن ندين كل المواقف الأمريكية والأوروبية اتجاه القضية الفلسطينية، لأنه من يدافع عن حقوق الإنسان لا يغتال الحقوق الجماعية للشعوب. هذه قضية وهذه قضية، نحن المسألة مسألة داخلية. نحن الذي نقول إن هنا حينما نريد أن ننتقل إلى نظام تداول ديمقراطي من حق السوريين، مش من حق البريطانيين ولا الأمريكيين ولا حدا. نحن نقول إنه هناك أزمة، الأزمة نحن بتصورنا إنه أزمة نظام شمولي، نظام أقصى المجتمع من دائرة الفعل والمشاركة. المادة الثامنة من الدستور نحن هي مطرح من مطارح الاستبداد. الاستبداد يتحصل ويتولد من خلال خطف الدولة كما أشرت سابقا، وأريد أن أوضح الدولة تمثل الأمن والعدالة. الأمن هو أمن المواطن وأمن الوطن، لا يمكن أبدا أن يكون هناك خلاف أو يأتي أي سوري يقول أني لا أريد شبر من الجولان أو لا أريد الجولان أو قسم من الجولان. فهذه المسألة هذه مسألة سيادية لا يمكن الاختلاف حولها. فلذلك هي الدولة فالدولة حينما تكون محايرة تكون لجميع مواطنيها. يعني بدي بس وضح شغلي، يعني مثلا حينما السلطة تؤدلج الدولة فلا يمكن أبدا أن تكون السلطة عادلة وتحقق مبدأ المواطن، لأن السلطة سوف تنظر إلى مواطنيها أو حينما تكون الدولة مؤدلجة من بوابة الولاء لمعتقداتها، ولذلك لن تكون على مسافة واحدة من الجميع. تفضل أستاذ. بس بدي باختصار نقطة بس بدي أسأل، هل أصبحت أمريكا التي هي التي تمثل اليوم ثقافة العولمة، هل أصبحت هي قبلة الديمقراطية؟ واحد. اثنين، بالنسبة للسؤال اللي عم يسأله الأستاذ، أنا بدي أقول صحيح هو حق أن نستفتي، رأي وجهة نظر مطلب، لكن أنا بدي أقول في اللحظات السياسية الاستثنائية وعندما تكون المعركة هي معركة صراع إرادات وهي كذلك الآن، وعندما تكون المعركة والحرب وهي حرب باردة بامتياز قد تتحول في أي لحظة إلى حرب من شكل آخر، هي حرب بين قطبين، بين أقطاب حقيقية. اليوم قغيض أن تكون
عبقرية الجغرافيا السياسية لسوريا أن تكون هي ساحة المعركة اليوم، ولكن أليست اليوم هناك معركة وحرب باردة قوية ما بين هذا الغرب والغرب الأوروبي والغرب الأطلسي وما بين هذا الشرق بكل ثقافاته؟ نعم هي كذلك، هي كذلك. أليست هي المعركة اليوم على هذا الخط الممتد من سواحل الشرق المتوسط التي أعني بها سوريا ولبنان إلى الساحل الشمالي من الخليج أو الساحل الجنوبي من الخليج العربي أو كما بيحبوه إخواننا الإيرانيين الخليج الفارسي؟ ما العبرة للمصطلحات؟ لأنه بالنتيجة هي الثقافات. بلكم الشغلة يا شباب تعلموها، هذه الحضانة الثقافية القومية بنقول عنها ثقافة عربية، هي ما لها ثقافة عربية بحتة، لأنه العروبة ليست هي عرق أو دم. كان صب فيها من أهم العلماء والأدباء في الدين مذهب الحنفي، من أسسه؟ أبي حنيفة فارسي. كان صب فيه الفارسي وصب فيه الكردي وصب فيه الكردي وصب فيه كل هالمجموعات. إذن العروبة هي قيمة أخلاقية، هي صفاء، هي نقاء. لذلك أنا أقول نعم الآن في الدستور وفي طرح الاستفتاء نحن في لحظة التحدي وفي لحظة قبول هذا الصراع وفي لحظة قبول جاي. معركة تحدي الإرادات. سأتحدث أكثر فيما يتعلق بالمادة الثامنة، أهمية أن يكون هناك تعددية حزبية، كيف ستشاركون إذا كان هناك يعني تعددية حزبية؟ هل لديكم خطة للمشاركة في هذه التعددية الحزبية؟ وسأأخذ بعض المداخلات، ولكن أتوقف أعزائي المشاهدين مع فاصل من ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. الرسائل التي أراد قائد الثورة الإسلامية في إيران توجيهها للعالم بشأن برنامج إيران النووي. كيف تترجم إيران مواقف السيد خامنئي حول المسار النووي للبلاد في مواجهتها للتهديدات والضغوط؟ لماذا يصر أعداء إيران على تهديد برنامجها النووي السلمي فيما تمتلئ ترسانتهم بالأسلحة النووية؟ مسار إيران النووي بهدي مواقف قائد ثورتها. مع الحدث مباشرة على الهواء في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد. مشروع الدستور الجديد والتعددية الحزبية موضوع هذه الحلقة. أعود وأذكر بضيفي الكريمين المحامي نزار سكيف نقيب المحامين وعضو لجنة صياغة الدستور، المحامي بسام العيسمي عضو مكتب الشؤون السياسية في هيئة التنسيق. من جديد أرحب بكم معي في هذه الحلقة، وبالطبع من جديد أرحب بالجمهور الكريم، أهلا وسهلا بكم. أريد أن أدخل أكثر الآن بعمق فيما يتعلق بالمادة الثامنة أستاذ العيسمي. الآن نحن أمام مشروع دستور، يعني اسمح لي أن ندخل في المرحلة أكثر من أن نبقى نتحدث يعني عن الماضي، ربما لا يمكننا أن نفصل بين الحاضر والماضي لأنه مرتبط، ولكن الآن نتحدث عن مشروع دستور. لديكم مشكلة أو لدى بعض الأحزاب مشكلة في المادة الثامنة، الآن هناك تغيير لكل هذه المادة، كيف قرأتم بالتحديد هذه المادة؟ طبيعي هو المادة الثانية من الدستور التي تعطي حزب البعث قيادة الدولة والمجتمع، لا يحق لأي حزب أو شخص أو جماعة أن تقود المجتمع بحال مؤبد، وإنما هذه القيادة تنتج بناء على رأي شعبي ومزاج شعبي في لحظة معينة عبر صندوق الاقتراع. وأما أن يأتي حزب أو جماعة أو أي هيئة سياسية أن تؤبد نفسها، فهي المسألة هو بتضاد مع حلم الناس، بالتضاد مع رؤيتهم، مع فكرهم، مع طبيعة الحياة، لأن الحياة تقبل الاختلاف. الآن كيف نظرتم إلى المادة الآن موجودة في الدستور الجديد، في مشروع الدستور الجديد؟ يعني لم يعد هناك نوع من الأحادية إذا صح التعبير لحزب البعث، الآن لم يذكر حتى حزب البعث، نحن نتحدث عن أحزاب يمكن لها أن يتم تشكيلها تأليفها، كيف نظرتم إلى هذه التعددية؟
هذه التعددية بداية جيدة، لكن هناك توجس. كيف يمكن أن تكون المساواة، أن تكون كل الأحزاب على درجة واحدة، أن الامتيازات التي حققها ويحققها حزب البعث، يعني امتيازات استخدام السلطة، استخدام الدولة، حين إذا قلنا أنه حزب بدأ التعددية السياسية، طيب هناك الجيش، هناك الأمن، هناك القضاء، كله بعث، يعني حزب البعث لديه شعبية. مو المسألة لديه شعبية، المسألة حزب البعث هو حزب البعث هو حزب كما قلت سابقا اختطف الدولي. طيب. فاختطاف الدولي أدلجة. طيب. يعني أدلج مؤسساتك وبالتالي حذرت. لحظة أستاذ سكيف، متى سيتم الإفراج من قبل حزب البعث عن الدولة؟ هل سيدي هل يعني أنا أنقل وجهة نظر الأستاذ، هل يضمن الدستور الجديد أن يقوم حزب البعث بفك أسر الدولة؟ ليش من قال أن حزب البعث هو أسر الدولة؟ أعطي ألا خلينا نعمل قاعدة إحصائية ببساطة، احصي بها الدولة شوفي بكل مؤسساتها، إذا بكل سوريا في 3 ملايين و200 ألف بعثي، يعني عدد سكان سوريا 23 مليون، كيف؟ بدي أفهم أنا المعادلة بالمفهوم الرياضي ما بتركب معي، هي واحدة. اثنين، إذا أنا بدي يكون إنه أنت بدي ناقش أو بدي حاور، أنا اعتبرني أنا هلا ماني بدي ولدت حزب جديد، إذا بدي أقعد أنا بدخل مفاوضات معك على اقتسام امتيازات، يعني معناته ما حزب، تعال انشأت شرف. بس يا أخي أنا إلي تاريخي، أنت إلك تاريخك يا دكتور، إلك تاريخ في شيء معين، أنا جيت طارق أو جيت ولدت في حالة، في حالي ليست بالنضج التي أنت وصلت إليه، هل يجوز أجي أن إني أنا أجي به اللحظة في لحظة في لحظة ما أو في لحظة استثنائية أن أقول إني بدي قاسمك أنا على اللي أنت أنجزته واللي راكمته؟ إيه بقول لك تعال شرف، ما صندوق الاقتراع، أنا بعتبر الديمقراطية هي المعيار، ما هيك؟ التعددية السياسية شو هي؟ هي نقلة جديدة وانعطاف استراتيجية في الحياة السياسية والحزبية، شرف خذ. ومع هذا ثقافة الائتلافات ستتعمم، ما عاد في شيء حزب واحد لحاله، حتى حزب البعث في المستقبل السياسي القادم بعد أن يستفتى على هذا الدستور، أنا واثق وبالتأكيد أن هناك ثقافة ائتلافات ستكون بين الأحزاب حتى تشكل كتلة سياسية تقود البرلمان وتقود الحكومة. النقطة الجوهرية التي كان أريد أن يتحدث عنها الأستاذ العيسمي، ربما من هذا المنطلق كثير من الناس يوافقونه الرأي، بمعنى أنه يجب أن تنظر الدولة كدولة بأنها هي الأم لكل هؤلاء الأحزاب، صحيح، وتعطي بعض المقومات كي فعلا أن يتم تشجيع العمل الحزبي على الساحة السورية. هل سيتم أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار؟ ليك الرعاية هنا، الرعاية والمساواة في الرعاية للدولة أقول بالنسبة للأحزاب هي مساواة واحدة، لكن هناك نصوص دستورية تقول لا يجوز أنه تسخير الوظيفة العامة أو المال العام، كل حزب قوي نشاطه، حزب إذا الحزب الشيوعي اليوم عنده تراكمات مادية معينة، حزب القومي السوري الاجتماعي عنده تراكمات معينة، حزب البعثي له تراكمات مالية أيضا معينة، هل أحزاب الوليدة بدها تبحث عن آلية لكي يكون لها تراكمات معينة؟ أما الرعاية واجبة، المساواة واجبة، ولكن ليس بالمفهوم المادي، هو بالمفهوم المعنوي، لأن الدولة هي الراعي الأساس، صحيح، لكل المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا مبدأ أخلاقي ومبدأ عام وشامل. لكن أنا بدك أنا بعد بمفهوم الرعاية بدك الرعاية تريد أن توطرني أو تفرض علي واقع معين أو موضوع اقتسام امتيازات أو توزيع سلطة؟ لا مو هيك، صحيح، هذا مو صحيح. طيب تفضل. السلام عليكم. السلام. أستاذ نزار، ما هي النقلة التي تحققها المادة الثامنة من مشروع الدستور الجديد؟ وبالنسبة للضيف الآخر، أنتم لم تشاركوا في صياغة المشروع الجديد للدستور ولا في الحوار، والبعض يتهمكم بأنكم تريدون نسف الدولة ومؤسساتها، ولا تريدون إلا السلطة ولو على حساب الدم السوري، دم الشعب السوري والاستقواء بالخارج. وحضرتكم تتحدثون عن الاستبداد، والبعض يقول بأن حسن عبد العظيم رئيس لحزبكم منذ عام 1956، فما ردكم؟
أنا بدي أحكي بكلمتين وبجوز أشرت لها من شوي. طبعا هذه المادة هي نقلة نوعية قلت أنا إضافة استراتيجية في الحياة السياسية السورية. أي سيكون هناك في المستقبل تراكمات سياسية مختلفة، وسيكون الأقوى على الساحة السياسية هو الأقدر على أن يكون له جماهيرية وأن يكون أكثر إقناعا وأكثر موضوعية. لذلك أقول نعم سنحكم حتى على مجمل هذا الدستور، سنحكم عليه من خلال التراكمات الإيجابية التي يمكن أن يراكمها هذا الدستور في لحظة ما وفي خلال واقع ما. لذلك هذه المادة هي مهمة جدا. أستاذ العيسمي كيف ترد على ما تفضل به الشاب الكريم؟ أولا نحن نريد أن ننتقل بسوريا، سوريا أكثر إنسانية، سوريا أكثر ديمقراطية. ليس المهم من يحكم أو من في الحكم، المسألة ليست شخصية، المسألة هي الانتقال من نظام شمولي قسري إلى نظام تداولي سلمي. جيد. أما بالنسبة إلى حسن عبد العظيم، أنا لست من حزب حسن عبد العظيم. هيئة التنسيق هي ائتلاف بين مجموعة قوى مختلفة سياسية ولكن وحدتها المرحلة. تفضل. أستاذ حسين اسمح لي بداية أن أقول أن المرحلة الجديدة التي ننظرها ونلحظها من خلال هذا الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه يوم الأحد القادم، لأقول أن الدولة ليست مرضعة لأي حزب جديد يظهر على هذه الساحة، فهناك عملية انتخاب طبيعي يفرضه الواقع الاجتماعي والسياسي الجديد الذي مثله هذا الدستور الجديد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أقول أن المرحلة الماضية التي قادها حزب البعث العربي الاشتراكي لا يجب أن نهملها من التاريخ، فقد بنت اقتصادا قويا وانتشلت الدولة السورية العربية من وضع اقتصادي معين إلى وضع اقتصادي أفضل، وقد حصنت الداخل في المؤامرة التاريخية القديمة التي قادها ذوي التاريخ الأكثر نشأة وسوادا في التاريخ العربي السوري خاصة، ألا وهم الإخوان المسلمون. ومع هذا التطور الذي حدث ومع هذه الأحداث التي مرت بها بلادنا، أقول لا بد من دستور جديد يحصن النوافذ السوداء التي أدت إليها التراكمات القديمة والتي يفرضها الاستفتاء القادم على. تعتقد أن المادة الثامنة الآن فيما يتعلق بموضوع التعددية الحزبية كافية فعلا لأن مع إقرار الدستور أن نشهد حركة حزبية تعددية يمكن فعلا أن يكون هناك تحالفات ويكون هناك أحزاب جديدة ويكون هناك حراك سياسي موجود على الساحة السورية؟ نعم أستاذ حسين، فهناك قانون الانتخاب الطبيعي، وردا على سؤالك أقول أن هذه الأحزاب يمكن من خلال الانتخاب الطبيعي أن تبقى هذه الأحزاب، من خلال ما يمكن أن يكون تحالفات من خلال البرلمان. جيد. والانتخابات القادمة في البرلمان وعضوية مجلس الشعب هذه الأحزاب سوف تمثل في هذا البرلمان. جيد. تفضل. أستاذي الفاضل عندي سؤال كتير ملح. تفضل. ليش عم تصر هيئة التنسيق دائما على رفض مبدأ الدستور؟ هذا مبدأ للدستور وهذا مشروع للدستور، يعني دائما بيجدروا دائما في الماضي ويعيشون دائما في أحزان وما بعرف شو، وأنه الدولة هي المستبدة والدولة اللي أخذت. وين كانوا خلال هالثلاثين أربعين سنة؟ وين كانوا من الدولة؟ وين كانوا من الفساد؟ وين كانوا من المساوئ اللي كانت موجودة بالدولة؟ وين كانت آراءهم؟ هلأ بعد الربيع والخريف العربي اللي ظهر بالوطن العربي هلأ صاروا عم يحكوا أنه والله هي اجترار وآخدينهم والدولة خاطفتهم. بعدين عم يحكي عن حزب البعث العربي السوري، حزب البعث العربي الاشتراكي. في شغلة، حزب البعث لو لم تكن مبادئه قوية ما خطفت الناس، خطفت الناس بكامل ونحن بكامل العقل بكامل الوعي، خطفنا بمبادئه. ومن أهم مبادئ حزب البعث هو مقارعة إسرائيل ومحاربتها واعتبارها هي العدو الأول لألنا. فأنا مني بعثية بس أنا مع مبادئ حزب البعث. طيب شكرا. تفضل. أول شيء أنا بدي أشكر الأستاذ نزار والمجموعة اللي معه 27 ولادة الأستاذ نزار 28 اللي أسسوا مشروع الدستور. نعم.
أو مشروع تعديل الدستور، بس أنا بدي أسأله سؤال، هو ليش ما صار في مسودة لهالمشروع قبل ما يصير مشروع؟ ليش ما صار في مسودة وطرحت للتداول عبر التشاركية؟ ونشكرهم على الجهد الجهد الكبير اللي قدمه. انا قلت من شوي انه كانت المرحله او الظروف الاستثنائيه اللي عم تعيشها سوريا او هذه المؤامره النوعية والكونية، معلش ما بيقولوا مؤمن، إذا في أطراف تقول ما أنا مؤامرة، هي حرة في قراءاتها السياسية، بس لكن نحن من خلال قراءتنا ومتابعتنا والتقارير اللي عم نقرأها الدولية وغير الدولية واضح، حتى التصريحات صارت واضحة، يعني عربان الخليج صاروا على المكشوف عم يحكوا اليوم، على المكشوف ما في حل علاج سياسي. قلت في هذه اللحظات الاستثنائية عندما كان المطلوب أولا كذا مشينا، ثانيا كذا مشينا، ثالثا كذا مشيت الدولة، رابعا خامسا وقفنا عند الدستور، طلعوا المعتقلين على تطليع معتقلين 5000 و3000 و2000 ورجعوا أغلبيتهم، رجعوا وانكمش قسم منهم كانوا رجعوا من السجون إلى حمل السلاح قسم منهم. هذا ما مشكلتي، هي مشكلتهم اللي ما بيقدر قيمة العفو عند مقدرة القادر، هذه مشكلته. ثلاثة، لذلك في هذا الظرف الاستثنائي وفي لحظة صراع الإرادات، وهي لحظة الآن، نعم هي لحظة صراع إرادات بامتياز وصراع إرادات قوي وليست سهلة. يا صديقي، عندما تهوي الأمم، عندما يهوي السلاطين لحظة السقوط صعبة عليهم، بيكابروا. العاجز بعد ما يكون عنده كبرياء بيوصل لمرحلة عجز، ما بده يظهر لك اياها اذا كان قادر ما يظهرها، لكنهم الان نعم عاجزون، هم يعلمون انهم سقطوا في العراق ويعلمون انهم لا يستطيعون ان يجنوا حربا على سوريا، بالرغم من نداءات الجميع، من جميع العرب، عرب الخليج اللي هن اليوم بين قوسين عربان، يعني للاسف حتى هذا المصطلح كثير عليهم. لذلك اليوم نعم هم يريدون ولا قدروا يصارعوا العقل السوري ولا العقل الايراني. ايران 30 سنه عم محاصره، طلعت علماء وصنعت ذره بالمفهوم السلمي وسلاح عسكري متطور يتحدى الولايات المتحده، وسوريا ايضا بقوتها العسكريه، لذلك هذه القوه صارت بتقول لك هي بخطر علينا، بدنا نهي. لا، نحن ما دام هذا التحدي، الدستور، مشروع الدستور هو اليوم تحدي الشعب السوري، يقبل التحدي يخسروه كل ما لنا قد هذا التحدي. استاذ العيسمي، هل يعني انطلاقا من السؤال الذي طرحته السيده الكريمه، انه لماذا عندما يكون هناك خطوة يعني إيجابية بغض النظر عن طبيعة هذه الخطوة، حد أقل يكون هناك، يجب أن يكون هناك تلاقي مع هذه الخطوة، يعني يجب أن يكون هناك تشجيع، بما أنكم طلبتم أن يكون هناك إسراع في عملية الإصلاح، ومن ضمن عملية الإصلاح أن هناك دستور جديد. الآن أنتم ترفضون أصل المشروع بغض النظر عن طبيعة المواد التي تم تعديلها وتعتبر إنجاز حتى من قبل الخارج. كان هناك العديد من التصريحات أن عندما يتم الحديث عن مادة متعلقة بولاية رئيس الجمهورية أو يتم الحديث عن تعددية حزبية أو حتى عن بعض المواد الأخرى، تعتبر هذه إنجاز للواقع الموجود الآن، الواقع الجديد الموجود على الساحة السورية. أولا، نحن لن نرفض الحوار من بدء الأزمة، ولكن طرحنا مجموعة خطوات يقوم بها النظام أو تقوم بها السلطة لإبداء حث النية، يعني أن يتوقف العنف، أن تسحب مظاهر القوة من الشوارع، الدبابات إلى آخره. لم يكن المجتمع، الأزمة حينما تطول الأزمة هناك تداخلات، وهناك من يصطاد بالماء العكر، وهناك من يبيع الوطن بأبخس الأثمان، لكن هل يمكن لنا أن نقول إن الشعب السوري الذي انتفض لكرامته لحريته نقول إنه كله مجموعة خوارج؟ هل تعتقد بأن الشعب السوري كان بدون كرامة يعني مثلا، وهو الذي لا طبيعة أي نظام سياسي، نحن نقول
إن الأزمة من الأول وصفنا الأزمة إنها أزمة سياسية تتعلق ببنية نظام شمولي أطبق على الحياة العامة واحتكى كل شيء وأطفأ طاقة المجتمع. الآن تغير هذا النظام وأطفأ طاقة المجتمع. فلذلك نحن لسنا ضد الدستور ولا ضد تعديل الدستور، لكن قضية الوقت، الوقت الآن. الدستور هو عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم. الدستور هو يبين طبيعة النظام في الدولة، يبين الخطوط بين الحقوق. فلذلك من هنا فالدستور يجب أن يشترك في كافة مكونات الشعب. مع احترامي مثلا للجنة اللي عدت الدستور، فيعني إذا ما ندخل بمواد الدستور لنا ملاحظات كثير، بس هذه اللجنة كان يجب أن تكون أوسع من ذلك بكثير. طب أنتم رفضتم أن تشاركوا في اللحظة الراهنة، لأنه بالوقت الراهن قلنا أنه هناك أولوية أخرى. ولكن حينما قالت الزميلة أين كنتم، كنا مع هذا المجتمع الذي لا يستطيع الحراك ولا يستطيع أن يتكلم أو يبدي موقفا. وكل من يبدي موقفا كان سواء انتقد بعض السياسات أو أشار إلى امتعاضه من بعض الممارسات كان يخضع إلى امتحان في الوطنية، وكأن الوطن والوطنية هي حكر على مجموعة من الأشخاص. وحينما قلنا عفوا أنه النظام، لن نقصد أن الحزب هو كامل للنظام، الحزب هو جزء من النظام وقد يكون الأضعف. طيب. إذا كان الشعب السوري هو بهذه البساطة وهو تابع صغير فهذه كارثة، لكن الواقع السياسي الحالي ومنذ نشوء سوريا وهي كانت في البداية في البدء، أنا برأيي نعم إذا كان التاريخ صحيح والشواهد صحيحة في البدء كانت سوريا. الشعب السوري شعب منتمي بكل المعايير، شعب ذكي مثقف بالسياسة حريص على أرضه، ما بيمشي وراء حدا أبدا إلا إذا حس أنه يملك معايير القيادة ومعايير أنه يستطيع أن يقوده إلى أماكن التي يريدها هذا الشعب بطموحاته بآماله برغباته الوطنية كلها بين قوسين الوطنية. اثنين، إذا كان عم يطرحوا زميلي وأخي الأستاذ بسام، معلش نحن إيدنا بدناه شرفوا مين القادر اليوم، ومن أول لحظة نزلوا هالمسلحين خلصنا من هالمسلحين، شرفوا لنقول لكم لن يخلصونا من المسلحين وما ينزل الجيش. ليش إمتى نزل الجيش؟ مع نزول الجيش يا دكتور حسين، ومع هذا الظهور المخيف، ومع هذا التقتيل على بكل بأبشع الوسائل وأبشع الصيغ وأبشع الأدوات والمناظر لم بعتقد البشرية ما لاحظتها، ما كانت مشكلة. شوين المشكلة يا كان؟ إذا أي ما أنا مشكلة، والجيش العربي السوري نزل ولحد الآن بالرغم من هذا النزول وهذه التضحيات وهذه التقديمات وهذا الكم الكبير من أعداد الشهداء من مدنيين وعسكريين، وما عم نقدر ما قدرنا ما وصلنا لمرحلة الحسم، يعني مرحلة نهاية المخاض، هذا المخاض العسكري إمتى بدنا نخلص؟ تفضل. مساء الخير لك وضيوفك الكرام ولمحطة العالم ومن سوريا إن شاء الله ننطلق إلى العالم إن شاء الله. أستاذي نحن نعم أمام دستور جديد، لا نقول جزافا أنه فقط مجرد دستور، وإنما دستور بما تعنيه الكلمة يرقي إلى أعلى المراتب في دول العالم التي تحتوي دساتير عالمية. هذه الدساتير العالمية بعتقد أنه هذا الدستور يضاهي هذه الدساتير، وهناك في المقابل نرى دولا أصبحت هي على اسم هذه الآل، على سبيل المثال آل سعود هي اسم النجد والحجاز، من ملكهم؟ وأنت تقول عن تتكلم بصفتك أنت معارض، أنا أولا من حزبي، أنا وطني، أنا أؤمن بأفكار الحزب وأؤمن بهذا البلد، وكل إنسان بينك الأفضل هذا البلد عليه ما هو إنسان بنظري، مع احترامي أن نختلف في الرأي، الخلاف لا يفسد لدي قضية. نعم. فأنا بدي أسألك أسئلة بعد إذنك، بدي أسألك إلك ولكل المشاهدين في كافة العالم. طيب، السعودية قوات جيش السعودي دخلت البحرين وهدمت المساجد وقتلت البشر والحجر، طيب هل يحق لدولة أن تقتحم؟ وفي الآن نلاحظ أنه الملك السعودي حريص على الشعب السوري، طيب أين من البحرين ومن السعودية بالعواميدية، وأين بالقطيف، وأين 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 أطفال غزة، وأين وأين هو؟ طيب بدي أسألك سؤال، هل يحق لهؤلاء البشر أن يتكلموا بأسماءنا؟ طيب هل انتفض
والآن خطر على باله الشعب السوري ويدافع عن هؤلاء المسلحين ويطالبوا بحمايه اي حمايه مدنيين. طيب انت كمحامي استاذ بعد اذنك، انت الماده 19 من ميثاق الامم المتحده ماذا تقول؟ انا اترك الجواب لك. معلش، وهناك دول وهذه الدول هي تسمى بالسلطه الرابعه، وهم يمجدون حكام وملوكهم اذا ذهب احدهم من غرفه النوم الى الحمام. طيب اشكرك. طيب هل يجوز هذا الكلام؟ اشكرك لان الله. اتمنى ان نكونوا يعني زي. انكم وانتم تتكلموا عفوا تكلمون انتم بالاستبداد. طيب عرفنا ما هو الاستبداد يعني. طيب شكرا جزيلا. استبداد واحتلال. شكرا ارجوك. شكرا تفضل. يعطيك العافيه. تفضل استاذ العيسي. نحن ليست مقياس السعوديه او اي دوله في العالم. جيد. نحن الشعب السوري. نعم. الشعب السوري هو شعب حضاري يمتلك حضارة ويمتلك وعي سياسي ويمتلك رؤية للدولة المدنية، ولم يكن الشعب السوري في يوم من الأيام متعصب إلى الدرجة التي تهدد النسيج الوطني السوري. بال 56 بانتخابات 56 خالد البكداش أخذ أكثر من غسان السباعي ممثل الإخوان المسلمين وخالد رياض المالكي وقال له غسان سباعي أنت يا خالد لم تنجح بأصوات الشيوعيين، قال ولكن كل من صوت لي كان شيوعي يعرف أني شيوعي. فهذا بال 56. إذن المسألة هي حينما نقول أنه الشعب السوري يستحق حياة أفضل، نحن نسقط ما يجري في الوضع السوري، وأما الآخرين ماذا تكلموا هناك في أي أزمية يكون فيها تدخلات. لدي دقيقتين فقط أريد أن أشرح لك سؤال وأعطي دقيقة للأستاذ نزار. هل ستشاركون في الاستفتاء يوم الأحد القادم؟ لم يؤخذ قرار بذلك حتى الآن. حتى الآن أستاذ نزار، يعني فيما يتعلق بهذه النقطة، هل نحن فعلا سيكون هناك إقرار لهذا الدستور وسنكون أمام مرحلة جديدة؟ بالطبع سنكون أمام مرحلة جديدة، وهذا الدستور قلت تحول استراتيجي ضمن كل المعايير وضمن كل المفاهيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحزبية وسواها. بس بدي أسأل سؤال، إذا لم أكن أنا قد اتخذت قرارا بالمشاركة، لا أو نعم، لكن المشاركة فقط، المشاركة هي معيار الانتماء الوطني، لكن القرار لك. أشكرك المحامي نزار سكيفة ونقيب المحامين وعضو لجنة صياغة الدستور، كذلك أشكر المحامي بسام العيسم عضو مكتب الشؤون السياسية في هيئة التنسيق. شكرا جزيلا لكما. أشكر الحضور الكريم. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.